المؤتمر الصحفي لشباب الحزب الناصري المعتصم بمقر الحزب رفضا للتناحر بين القيادات في معركة الكراسي ووهمها، ورفضا للممارسات التي ينتهجها بعض قيادات الحزب من التطبيع والتنسيق مع فلول الحزب الوطني حول الانتخابات القادمة. فلول الحزب الوطني منحل من فسد نظام مبارك، وهو العار الذي يلحق بنا جراء فعل القيادات بعد ثورتين مجيدتين زلزلت خلالهما صورة الزعيم جمال عبد الناصر عرش مبارك، ومن بعده سقوط الإخوان المسلمين. إن الناصرية الحقة التي التحم مشروعها ونالت مشروعيتها من الجماهير فكانت ثورة منهم ولهم، من الجماهير وللجماهير، تأبى أن يكون حال الحزب الناصري بالشكل الذي آل إليه. نقول لهم جميعا إن التاريخ لن يرحم أبدا من يقسم ومن يشرذم أبناء الناصرية، ومن يجعل الحزب العربي الناصري، هذا الحزب الذي بدأ في مؤتمر في حديقة الخالدين سنة 92 بأكثر من 300,000 شخص، الآن الحزب الناصري يعاني في الشارع المصري. لن نترك هؤلاء أبدا. إذا لم يرجعوا إلى المبادئ الناصرية نقول لهم لن تكونوا ليس بيننا في الحزب الناصري مرة أخرى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخطوات التصعيدية اللي هنقوم بيها، أول حاجة احنا عملناها الدخول في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالب الشباب. ثانيا إدارة النشاط اليومي في الحزب من اجتماعات وفعاليات عن طريق لجنة يتم اختيارها بالتوافق بين الشباب المعتصمين. ثالثا السعي لجمع التوقيعات من أعضاء المؤتمر العام للحزب وانعقاده لاختيار قيادات جديدة تقوم على إدارة الحزب في المرحلة المقبلة، إدارة تكون قادرة على حمل اسم جمال عبد الناصر. اعتصمنا في الحزب لأهداف إن القيادات ما بتقومش بالشباب وما بتستجيبش لمطالب الشباب. إحنا عايزين الحزب أو الشباب تنزل الشارع تشوف مطالب الشارع، تشوف مطالب البياعين، تشوف مطالب، نقدر نساعد على قد ما نقدر. طبعا القيادات بتاعه الحزب عايزين كراسي فقط لا غير، ما حدش بيبص لحد، بالعكس ده احنا لما بنقدم طلبات للشارع او للشعب لا بيحبطونا لا بيعملوا لنا حاله استفزاز لا بيقلوا من شأننا، واحنا مش متعودين كده، لان عبد الناصر الزعيم أمة العربية عودنا نحب بعض نحترم بعض هننجح، هنحب بعض مش هنحترم بعض، هنبعد عن بعض هنفشل. ودي كلمات احنا طول عمرنا بنرددها، وللأسف احنا لقينا في الحزب مع القيادات القديمة انها ما بتحترمش حد، عشان كده فرقتنا، واكتر شباب من هنا راحوا لأحزاب تانية او راحوا لقيادات تانية عشان لقوا فيها تنظيم اكتر وشغل اكتر. واحنا جايين هنا بنقول لا تقوموا بفكر عبد الناصر، لا ترحلوا عنا، سيبونا احنا نقوم بالزعيم وفكر الزعيم.